أرض الخلود، لقبها منذ زمن الحضارة الأولى، هي وطن السحر والإبهار وأرض الثقافة والتقاليد العريقة والتاريخ المجيد، نادرة كندرة لآلئها الثمينة. تحتضن أرضها ثروات وتحفا نادرة تعود إلى 5000 سنة، تشكل مركزا هاما للتجارة وملتقى استراتيجيا نادرا، اسمها الأول دلمون، والمعروفة حاليا بمملكة البحرين. مجموعة من الجزر المتناثرة في الخليج العربي تضم قلاعاً وحصوناً تشهد لمجد هذه الجزر الحافلة بالحضارات المتنوعة، والتي تمثل صلة وصل ما بين الشرق والغرب. فحضارات بابل واليونان والإغريق والرومان والعرب تمازجت كلها لتجسد تاريخ المملكة وثقافتها.